دلوني على السوق مع حسن شاهين ومعمر سلامة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة رقم 13، برنامج دلوني على السوق، الموسم الثالث، مع أخي وحبيبي وصديقي وعزيزي معمر سلامة. ونحن جالسين نتناقش ونتحاور وأحيانا نتعارك أنا وهو، معارك عظيمة جدا في مصلحتكم أيها الشباب والشابات. في الحلقة رقم 12 وهي موجودة على اليوتيوب، تكلمنا عن العقبات وأنا كنت حقيقة معاكم وهو كان بس دحين معايا معاك، هو أنا أقدر أروح منك فين؟ معاك وربنا يختم لنا جميعا بخير يا رب. ويختم للمستمعين والمستمعات بالحياة الجميلة. وأرجع أقول لكم العقبات لن تنتهي. صحيح. أيوة صحيح. نكون ناس واقعيين، حتقولي لي والله أبغى، لا، حتبدأوا تلقوا ضرب في حياتكم إلى النهاية. لكن بصوت ليش؟ وهو هذا كده. صحيح صحيح. إيه؟ صحيح. معمر، في ترى يقولوا بعض الشركات وصلت لما الإمبراطورية عالية وأفلست وشيء زي كده يعني. أيوة كتير. مليان. في كتير. هو حق الدجاج كنتاكي أفلس مرتين ثلاثة، مدري ولا أنا غلطان ولا مش هو. لا هو ببساطة شديدة كنتاكي بدأ الإمبراطورية هو عمره 65 سنة، 66 سنة، يعني هذه بداية، يعني هذه البداية القصة، شو بداية النهاية؟ أتولد عمره 65 سنة ولا لا؟ والله يعني سبحان الله، يعني مر بعقبات كثيرة لين ما بنى البزنس، ولما بناه كان عمره 65 66 سنة، سوى أكبر إمبراطورية. فهذا أكبر دليل على أي واحد أخ أو أخت بيقولوا لك الحياة الوردية ومن هذا. شوف والله أرجع بقول لك، هي تاني كلامهم صحيح، بس برجع هي الشخص هو اللي بيحدد. يعني أكبر دليل على كده قصة والاس جونسون اللي هو يعني إمبراطور الفنادق في العالم، واحد من إمبراطوريات الفنادق في العالم، هوليدين. الرجال ده كان شغال في منجرة خشب، بدأ المنجرة دي شغال فيها وهو عمره 18 سنة، في عز شبابه، جدا كان مبسوط. يجي في الوقت ويمشي في الوقت. اتزوج وعاش جنب المنجرة ومعاه أولاده، وآخر حلاوة كان حياته جدا جميلة. لما صار عمره 40 سنة جاله رئيسه اللي عنده، قال له احنا حنفس الشركة حتفلس، وخطواتنا بناخدها مرة سريعة انه نحن بنمشي، يعني بنسوي تقليص عدد الموظفين، بيسموه بالانجليزي داون سايزنج. فقالوا له لو سمحت انت مالك مكتب عندنا، خلاص دبر نفسك. رجال 20 سنة بيشتغل حياته ما يفهم أي شيء في ده إلا في المجال ده. رجع البيت ما هو عارف إيش يقول لزوجته، هو مصدر حياته انتهت. فزوجته قالت له لا خلينا نفكر، خلينا نهدى. فالرجال استغل خبرته في مجال المنجر وقال خليني أرهن بيتي، لأنه هو بيتي ملكي، وأبدأ أبني بيوت صغيرة وأبيعها، بيت ورا بيت ورا بيت ورا بيت ورا بيت، لين ما سووا إمبراطورية هوليدين. سألوه سؤال في بعد ما نزل كتابه اللي هو يفتخر على الإنجاز اللي سواه، أنه صار واحد من المليارديرات المعروفين عالميين، والاس جونسون. قالوا له إيش أغرب موقف مر في حياتك أو هذا؟ قال لهم أنا أغرب موقف مر في حياتي وأتمنى إن أشوف الشخص رئيسي اللي في الشغل، لما قال لي يعني يقول الساعات اللي فصلوا يقول الساعات البسيطة دي اللي فصلني فيها ومشاني فيها كان أحسن قرار في حياتي، نفسي أشوفه وأحضن وسلم عليه وأقول له شكرا أنك أنت فصلتني، لأنه فتحت عيني على شيء، حطيت أهداف وبدأت أحارب الأهداف دي لما حققتها، ومرت بعقبات لما أنا صرت دحين ملتي مليونير أو ملياردير. يعني أنا بس بدي أقول لكم بين قوسين كده إنه معمر سلامة قاعد بيألف كتاب هو من واقع الحلقات حق الدلونة على السوق. أنا عارف إنه بدري على الكتاب بدري، يعني هذه فرصة برضو، هي أنا وزميلي وسام من مصر، نحن وسام نمسي عليه. وسام كان عندنا في المدرسة من أعظم الطلاب، قاعدين بيكتبوا كتاب. ليه؟ لأن أنا قاعد أشجعكم صراحة. أنا أتحاور مع معمر وأنا أقول له يا معمر لازم الشباب والبنات يستفيدوا منك، ولا تقف عند البرامج الإذاعية، بل انطلق في دورات تدريبية ونزل كتابك واعمل صفحة على الفيسبوك وحساب في التويتر وتخاطب مع الناس إن شاء الله. بس الكتاب هل تتوقع أنه اسمه نقدر نقوله ولا سر من الأسرار؟ خليه وقتها هالوقت. المهم الكتاب تزبطه بإذن الله عز وجل. إحنا باقينا 10 ثواني ونختم الحلقة رقم 13. إيش حنقول في 10 ثواني؟
انتهت العشرة خلاص حبيبي حبيبي نشوفكم الحلقة الجاية بس يعطيكم يا إخواني وأخواتي وحبايبي دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن نلقى حلقة كمان.